السلام عليكم، مرحبا بالناس لو يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على يعني مفاجأة من العيار ثقيل، يعني أمين، يعني هذا اللعاب صاحب 15 سنة أمين يميل، يعني وين عنده 15 سنة وين سوف يحضر لمباراة أتلتيكو مدريد، يعني تم استدعائه من طرف تشافي هذا المغربي، يعني وين حادث يعني ربما أول مرة 15 سنة أول مرة مع منتخب، مع نادي يعني النادي كبير، يعني وين تشوف نتايا يعني وين نعتبرها باللي نادي كبير، نعتبر باللي البارسا نادي كبير، نادي مستوى عالي جدا، يعني وين باش 15 عام تلعب يعني مع اون سينيور مع تريكو تاع البارسا، يعني تريكو توني ثقيلة، تريكو تاعهم ثقيل، كي نقول ثقيل فهموني ماشي ثقيل ثقيل يوزن يعني ماشي كي نقولو ثقيل، تريكو ثقيل البارسا يبقى تريكو ثقيل، كي نهضرو على الريال تهدر بايرن ميونخ، تهدر على اليوفنتوس، على الميلو، على نابو، على الانتر، على مانشستر يونايتد، ليفربول، تشيلسي، ارسنال، هادو ثقال، اتلتيكو مدريد هادو ثقال، هادو بوروسيا دورتموند هادو ثقال. على ذلك نقولوا بلي اليوم وين استدعى المدرب برشلونة تشافي لاعب المغربي الصاعد الاصل، يعني المغربي الاصل لامين يميل الى قائمة الفريق الكاتالوني للمرة الاولى، وذلك تحسبا لمواجهة اتلتيكو مدريد يوم الاحد غدا ان شاء الله لحساب الجولة 30 من الدور الدرجة الاولى الاسباني. ويبلغ يمين يعني يميل نقولوا باللي لامين يميل المنحدر من اصول مغربيه 15 سنه فقط من العمر، وياتي استدعائه بعد مشاركه في مجموعه من الحصص التدريبيه للفريق الاول في الاسابيع القليله الماضيه، وقد اقنع بعروضه المدرب تشافي. ويزاول امين يعني لامين في صفوف برشلونه لفئه تحت 19 سنه منذ صيف سنه 2022، بينما يحمل قميص المنتخب الاسباني الاقل من 19 سنه كذلك بمشاركته في مباراه واحده، وتسجل الاشاره الى ان لامين يميل ولد في بلديه ماتريو تقع في مقاطعة برشلونة من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، وسبق له أن مثل المنتخب الإسباني في فئة سنية تحت 15 و16 و17 و19 سنة، يعني لعب مستوى عالي جدا، يعني من باباه مغربي وامه من غينيا استوائية، يعني خيار تاعو اللي غادي يروح للمغرب، خيار تاعو اللي غادي يروح للمغرب. هذه هي نقولها لكم، نقول لكم منظر وين الاتصالات لم يعني الاتصالات ما وخرتش عليه، يعني وين راه يقدم، يعني وين الناس راهي تخدم في الخفاء. شوفوا ما لي اسبانيول ماشي كيما لي فرونسي، راك تشوف تروح تدخل على بالك باللي في كل فئات تاع برشلونة في الريال، في حتى في اتلتيكو مدريد في اسبانيا، وين المغاربه يعني وين في مدارس ماليين مدارس تاع اسبانيا، يعني في بيلباو في اشبيليا، في يعني وين عندهم لاعبين بزاف، يعني عندهم ما شاء الله الناس. علاه نقول لكم بلي كان يقول لك علاه تهضر كيما هاك شوبير وهنا، حنا فانك عندنا، حنا ما عندناش مسؤولين في الاتحاديه الجزائريه، وما عندناش مدرب اللي يبغي يخدم مع الناس. حنايا نقولها لكم ونقولها بقناعه مع الناس. حنايا هراوي تاع اسبانيول لعبوها كاع ما سمعوش به، انت عندك ذاك اغا يلعب في ليون كاع لاعبين ماشي سامعين به، انت عندك لهنا ناس تاع يحوسوا على الاموال ماشي يحوسوا على الرايه الوطنيه، ما يحوسلكش على السمعه تاع الجزائر تطلع، لا ما على بالوش بك والله ما على بالو بيك. وقال بينا كيما هكا داروا اسم عند الشعب، عنده كاين ناس
يعني وين حاملين اسماوات، حاملين اسماوات، حاملين مشرب، حاملين من، حاملين بصح ما على بالهمش. الناس هذو اللي انتوما تقدسوهم، هما ما على بالهمش بيكم، هما ماذا بيه دايركم انتوما واقي برك، واقي واقي دايركم واقي برك. هذا ما كان مليا والله ما على بالكم، والله ما يعرفوكم كاع. يعني حوس على حوس وين كاين ويحط يده وين يربد، هذا ما كان. شو ناس ناس يتخدم سي محمد، هذا طلقوا عليه بلش طلقوا عليه، طلقوا عليه بن عطية، المهدي بن عطية راه داير راه يدور به، يعني مازال ما وخرش عليه، يتبعوه يعني يتبعوه بي يعني خطوة بخطوة، يتبعوا فيه خطوة بخطوة، هم يتبعوا فيه خطوة بخطوة. دير حسابك ندير نقولها لكم ونعاودها لكم، يعني هو وين راه يلعب تاع ايدي السات، يعني يلعب تاع ايدي زناف، يعني وقادر يلعب تاع ايدي السات. ديروا في لسانكم، يعني وين غادي لال ان شاء الله بربي يتأهل المنتخب المغربي تاع ايدي السات والكوب دي مود، يعني تاع اللي غادي تندار مع على بالناش وين غادي تندار، ربما في المغرب ولا غادي يعرضوا عليه يعني بالكوب دي مود، ويعرضوا عليه الفريق الاول خاطر عليه باش واحد 15 عام يلعب يعني في برشلون، يعني ويتم استدعائه. راه شي ساعه واحد لازم هذو السؤال راه تعرفوا بهم، هذو السؤال راه تعرفوا بهم. يعني تشوف انت لاعبين يعني ذو مستوى عالي جدا، لعاب هذا باش يقنع لك، يعني ما تشوفش انت يا وحدك تقول تشابي، خاطر واحد شتو كاتب قال لك تشابي اونترينر يعرف يا ودي تشابي، ما رمش وحده تشابي قاعد تشتري من فيها مديريه فنيه، فيها من فيها لعاب يعني يدرسوه مليح، يعني يخرجوا منه لي يخرجوا يعصروه، يخرجوا منه العصير يعصروه، يشوفوه كي داير اللعاب. راه في سيب راه بالك في شهر يتريني معاهم، يتريني مع الاكابر، يلعب من الايدي زناف مع اسبانيا ولا يتريني مع الاكابر. هذه هي اصلي الله قال وين اللاعبين وين راهم يقدموا مستويات، يعني وين انا الله ينجحهم، حنا الله ينجحهم والله يعطينا مثلهم. واحد ما يحزنش وعمرك لا تحزن، قول الله يعطينا مثلهم. خاطر على كان يقول لك شوبير على ما تهضرش، ماشي ما قضيه ما نهضرش، كرهنا انا كنا نهضروا فلان محسن مسكين يتعب الليل مع النهار، بعد خرج اونتري المشرف تاعكم قال لهم انا ما نتبعش الفيسبوك، بعد خرجوا ناس يعني ما يعرفوش اللعابات. كنت تقول له خطه، اعطيني خطه منتخب وطني كي يلعب ولا محرز يلعب وكي يلعب، ما يعرفش يتبعوا الواحد اللي يطيح المقدس تاعهم. هذا كرهنا دروك عندنا منتخب وطني كي يلعب نشكروه، وشفناكم اللعب اللي راكم تهضروا عليه راكم تحطموه، لعب اللي تهضروا عليه راكم تحطموه، راه وين راه اخر شعيب الشايبي هذاك لعب اللي تهضروا عليه يتمليس اخويا. انا نقول لكم انا غادي نقول لكم بلي يا ودي بسببكم انتوما بنادم جبد مولاسي، اللي نهضر هكا على تونس على المغرب نهضر هكا، هذه هي خاطر انتوما راكم تعرفوا شنو كاين في ليكيب ناسيونال، كي وليتو انتوما تعرفوا انا ديما وليت نضحك عليها. اش عمل واحد يقول لي شوبير نهار الضربه تاع كنا نقول لكم ماتش ما يتعاود، هي بزاف يقول لك شوبير ماك عارف فيها والو، ماك عارف في جده والو، تما هذا تما راه ينصح فيك، تما هو راه يجمع مع انفيرتينو مع مواتسيبي يجمع معاهم، كان يجمع معاهم كانوا ما يتقهواوش بلا بيه. انا تما كي نسيب واحد كاتب لي يقول لي شوبير ما راك عارف في جده والو، ايا نبدا نشوف فيك، على بالك نبدا نشوف فيك، نشوف فيك بلي تتقهوى مع انفيرتينو، نقول مع الصباح انفيرتينو ما يشربش قهوة بلا بيك، يقول مرتو قريتها يجي فلان يجي يتقهوى معايا باش نتقهوى. ايا نتوما كيما هكا كنت نشوفكم على هذيك، تأهلنا روحنا خرجنا بريمي تور وقعدتو تصفقوا، وما روحناش كوب دي مون شريتو باسينات وليتو تغنوا وتغنوا بسيط بينا يا ايطو بسيط بينا. على هذيك نتوما الخطة تاوعكم كي الخطة ما تنجحش تقول بلي السحور، كي وليتو تتبعوا السحور. حنايا حنا بروحنا ما قلنا لكم تبقاو على خير يا اهل هاد الدسرة، تبقاو على خير والله العظيم بزاف خويا. ما بغيتوش تعلموا، انا نقولها لكم والله ما بغيتو تعلموا وما غاديش تعلموا، تقعدوا هاك
بلا ما تنساو عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا ونمشي ابوني معنا وربي يحفظكم وصحيتو خاوتي وصحيتو.